بالمغادرة. وقد رفض الرئيس علي عبد الله صالح اقتراح المعارضة بمغادرة السلطة قبل نهاية عام 2011. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن صالح اعتبر هذا المطلب عملية انقلابية على الشرعية، وأن المقترحات التي تقدمت بها المعارضة تحت ما يسمى باللقاء المشترك عن طريق وساطة يتصدرها علماء دين يمنيون على رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن يعتريها غموض والتباس. وشدد المصدر التأكيد على عدم ترشيح الرئيس لنفسه في الانتخابات المقبلة وعدم التوريث. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة أن 52 شخصا أصيبوا بجروح، حالة اثنين منهم خطيرة، في محافظة إب اليمنية، وذلك بعد اشتباك بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اليمني وآلاف المعتصمين من المطالبين بسقوط النظام في مدينة إب. وقال شهود عيان لمراسل الجزيرة إن المتظاهرين المؤيدين للرئيس أطلقوا رصاصا في الهواء واستخدموا حجارة وسكاكين ضد المحتجين، فجرح بعض الأشخاص. من جانب آخر، قتل 4 جنود من الحرس الجمهوري في مأرب شرق صنعاء برصاص مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، حسب ما أفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفرنسية. وذكر المصدر أن الهجوم يشبه هجمات سابقة شنتها القاعدة في اليمن. وفي أعقاب ذلك، قامت القوات اليمنية بحملة عسكرية استخدمت فيها مروحيات ومركبات عسكرية لتعقب عناصر التنظيم في المنطقة، حسب ما أفاد به مصدر أمني. انضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، ماذا لو وضعتنا في صورة آخر التطورات في اليمن؟ نعم، دعيني أولا أضعك في صورة الاحتجاجات اليوم في إب وما حدث هناك، حيث قام الآلاف من مؤيدي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمهاجمة موقع للمحتجين المطالبين بسقوط النظام، وهو موقع اعتصام في منطقة في محافظة إب اليمنية اسمه خليج سرت، يجلس فيها الآن الآلاف من المعتصمين. وكان الجمعة هناك أكثر من 200,000 أيضا يطالبون بإسقاط النظام. منذ نحو أسبوع بدأ المعتصمون اعتصامهم في هذا المكان، شأنهم شأن بقية المحافظات اليمنية، في تعز، في صنعاء، في عدن، في حضرموت، في مناطق يمنية أخرى كالبيضاء وكمناطق يمنية أخرى. هاجم المؤيدون للرئيس علي عبد الله صالح، وبالمناسبة كان يقول لي بعض أنصار المؤتمر الشعبي في إب، نحن ليس لنا علاقة، لكن هناك شهود عيان قالوا بأن هناك عصابات كانت متواجدة أثناء قدوم المؤيدين إلى هذه المنطقة، قاموا بإطلاق الرصاص على المحتجين، وقاموا أيضا برشقهم بالحجارة، وقاموا أيضا بطعنهم بسكاكين، مما أدى إلى جرح وإصابة 52 شخصا من المحتجين المطالبين بإسقاط النظام. اثنين منهم حالتهم خطيرة، أحدهم أصيب بالرصاص وأحدهم طعن بسكين في يعني بجانب القلب، ولذلك فحالته خطيرة حتى اللحظة. طبعا هناك ردود فعل من قبل المعارضة، الناطق باسم الأحزاب المشتركة المعارض محمد قحطان، وقال بأنه يحمل المؤتمر الشعبي العام والحزب الحاكم ما سماه بالجريمة البشعة تجاه هؤلاء المحتجين. وأيضا تحدث وقال بأنه أيضا كأنه يتحدث عن المشترك المعارض سيواجهون يعني سيواجهون هذه المشكلة بصدور عارية مفتوحة، ولن ينجروا إلى العنف، وأنهم سيسقطون النظام بطريقة سلمية ولن ينجروا إلى العنف. حي أيضا ما سماهم بالأبطال المحتجين في مناطق الاحتجاجات والساحات التي تطالب بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وربما بدأ هذا تحول من قبل أحزاب المشترك المعارض، وخاصة من قبل الناطق باسمه وهو محمد قحطان، وهو ينتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح. ربما كانت لهجة قاسية لأنهم يريدون أن يؤمنوا المحتجين، ولأنهم يريدوا أن يقولوا بأن العنف قد يجر إلى عنف آخر. أيضا تحضيرية الحوار الوطني حملت الرئيس اليمني وقيادات الحزب الحاكم مسؤولية ما تم الآن في إب، وقالت أيضا وصفتها بالجريمة الشنعاء. أيضا هناك عضو برلماني اسمه حسن عنان، وهو شيخ أيضا، قدم استقالته لهذا السبب، كما قدم في السابق بعض النواب الحزب الحاكم استقالتهم بسبب هذه الأعمال التي لم تجري في إب فقط، ولكنها جرت خلال الأيام الماضية في الحديدة، في البيضاء، في صنعاء، في عدن، وسقط فيها جرحى وقتلى. شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه المعلومات. الآن إلى الأخبار الاقتصادية والزميل نديم الملاح.
شكرا لك.